السلام عليكم، ما نفسكمش كده نعمل احلى طبق بايلة بالجمبري؟ يلا بينا نشوف هنعمله احلى من المطاعم كمان ازاي. اول حاجه هنسلق الجمبري في ميه بتغلي فيها ملح وفلفل اسود وليمون، دقيقتين مش اكتر. وفي حله تانية هنشوح البصل في شويه زيت، اول ما يدبل ننزل عليه بالبسله وعليهم الفلفل الاحمر الكوبي واربع فصوص من الثوم المهروسين وعليهم شوربة الجمبري اللي سلقنا فيها الجمبري، لكل كوباية من الرز كوباية من الشوربة. والبهارات ملح وفلفل اسود وكمون وبابريكا وكركم وعصرة نص ليمونة، وننزل بعد كده بالرز بتاعنا ونزود له نص كوباية مية مش أكتر عشان نسبة السائل في البايلة بتبقى أزيد حبتين. ونشوح الجمبري بتاعنا في حتة زبدة عشان يدينه طعم ولون. نجيب البريم بتاعنا اللي حطينا فيه الرز وننزل عليه بالجمبري بكل بهريزه وعليه مغرفتين من الشوربة، وندخله الفرن 10 دقايق كده ونقدمه، وبألف هنا وشفا. جربوها ودعولي.